يعني دكتور طارق، خليني ابدا مع حضرتك بالحديث عن ارقام النادي الاهلي خلال البطولات او في دوري ابطال افريقيا الحالي. الحقيقه النادي الاهلي طبعا انجازاته في افريقيا مكتوبه باحرف من نور، وانت عارف ازاي النادي الاهلي قدر من اول بطوله حققها سنه 82 انه يسطر انجازات على المستوى الافريقي. توج في نهايه القرن بلقب نادي القرن، ثم بعد ذلك تسيد الان القاره في تصنيف الانديه الافريقيه بفارق كبير جدا. لدرجه حاجه غريبه بقى هقول لك عليها، مثلا لاول مره لو الاهلي اللي هو المصنف الاول الان افريقيا بطل يشترك في بطولات افريقيا خالص 8 سنين متتاليه، واقرب الملاحقين اللي هو النجم الساحلي كل سنه في السنين دي فاز بدور الابطال وفاز بالسوبر وجمع النقاط كلها، برضه هيفضل الاهلي في المركز الاول برضه. يعني 8 سنين الاهلي لو ما بيشتركش خالص ما بياخدش ولا نقطه. انت عارف التصنيف ده بناء على نقاط مش على بطولات. انا مره قلتها هنا يا دكتور والله، قلت ايه؟ بس طبعا ما كنتش بتكلم على البطولات الافريقيه، كنت بتكلم بشكل عام. احنا لو قفلنا النادي 10 سنين وبعدين رجعت فكرت كده قلت 15 سنه، وبعدين رجعت فكرت تاني قلت لا ده ممكن 20 25 سنه. لا انا بقول لك الدوري بقى 8 سنين 8 سنين، وبشرط ان كل سنه فيهم. اصل الاهلي المصنف الاول دلوقتي وراه النجم الساحلي في المركز الثاني، والترجي ثم مازيمبي ثم الزمالك. ده كده التصنيف، مازيمبي الرابع والزمالك الخامس. ده بناء على النقاط، عدد النقاط اللي بتحتسب من خلال المشاركه. تمام. وبرضه حصل لبس كتير قوي في بين الجماهير الناديين، وانت عارف الجماهير الناديين دايما بيبقى بيحصل كده يعني نوع من انواع المناطحه او المناغشه اللطيفه. يعني بعضها لطيف طالما بعدت عن الايه، عن الالفاظ وكده. بعض يقول لك الالقاب، احنا بنحسب بالالقاب، يعني عايزين يحسبوا بالالقاب. فطبعا من الصعب ان انت في اي حته في العالم تحسب بالالقاب. ليه؟ لان قيمه او وزن بطوله زي دوري الابطال اكبر من وزن بطوله زي الكونفدراليه، او اكبر من بطوله زي من وزن بطوله زي كاس الكؤوس زمان، واكبر من بطوله زي السوبر اللي هي من مباراه واحده. من المستحيل ان انا اساوي بطوله زي السوبر الافريقي بتتلعب من مباراه واحده، وغالبا بيلعبها بطل ابطال الدوري على ملعبه، يعني كمان بيلعب في بيته مباراه واحده من 90 دقيقه قد تمتد ل 120 دقيقه اقصى حاجه. احسبها زي بطوله زي دوري الابطال بتلعب فيها 16 مباراه منهم 8 مباريات خارج ملعبك و8 مباريات على ملعبك، او بطوله زي الكونفدراليه مجمعه بطوله برضو طويله زي الكونفدراليه فيها 18 مباراه منهم 9 سفريات. يعني المصري السنه اللي فاتت لو وصل نهائي كان زمانه لعب 9 مرات بره ملعبه. عدد ضخم جدا، تخيل 9 سفريات و9. يعني ترتيب البطولات، البطوله دوري ابطال افريقيا في المركز الاول من حيث النقاط. لا في كل البطولات، اصل هي ايه؟ حتى العالميه تقصد يعني؟ لا البطولات الافريقيه كتصنيف افريقي. كانت بطولات زمان دوري الابطال والكؤوس كانت بتتحسب باربع نقاط لما كانت النوك اوت. لما تحولت دوري الابطال الى نظام المجموعات اصبحت الفائز بيها بياخد 5 نقاط. مظبوط. طبعا كل في تسلسل في النقاط، اللي فايز كان بياخد 4 والنهائي ياخد 3، واللي وصل دور قبل النهائي ياخد 2، واللي وصل دور الثمانيه ياخد نقطه. اما بقت دوري الابطال بقى زودوها نقطه، لان دوري الابطال فيها مجموعات وفيها عدد مباريات اكتر. المفروض انت اللي هي الاصعب. بالظبط. لان انت بتلعب ابطال الدوري في كل القاره. بعد كده كمان بعد 5 نقاط في ناس لسه لحد الان مش عارفه ان بدايه من 2017 وهي البطوله اللي تم زياده عدد الادوار فيها، اما بقت المجموعات من دور ال 16 بدل من دور الثمانيه، زادت عدد نقاط الفائز باللقب الى 6 نقاط. يعني الوداد الفائز باللقب 2017 والترجي الفائز باللقب 2018 خدوا من خلال المشاركه دي بس 6 نقاط. يعني هي بطوله نفسها زمان كانت باربعه، لما بقت دوري مجموعات من دور الثمانيه بقت بخمسه، بقت لما بقت دوري مجموعات من دور ال 16 بقت ب6 نقاط. ليه؟ لان كل مدى ما انت بتزود صعوبه البطوله. مظبوط. بتزود عدد ادوارها. اما كانت دور الثمانيه من المجموعات بيبقى فاضل لك 2 نوك اوت بس، سيمي فاينل وبعدين فاينل. صح. دلوقتي بقت لما المجموعات من دور ال 16 بتلعب مجموعات 6 مباريات، وبقى عندك نوك اوت دور 8، نوك اوت دور قبل النهائي، نوك اوت نهائي، يعني وبالتالي ازدادت صعوبتها. ازدادت صعوبتها، فبقت بتزود عدد النقاط. لكن بشكل عام النادي الاهلي يحمل 27 رقم قياسي على مستوى افريقيا، ويكاد ان انا اقول لك ان النادي الاهلي
يملك كل الارقام القياسيه اللي مسجله في تاريخ بطوله افريقيا، عدا رقمين فقط هم اللي مش بحوزه النادي الاهلي. يعني كل الارقام القياسيه غير الرقمين دول لا دكتور انت بس لا بتهول انت عشان انت يعني قاعد في لا 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 انا لا بتهول بالارقام لا والنبي يا دكتور بتهول. طيب يعني احنا عايز اقول لك ايه الرقمين؟ ايه الرقمين؟ الهداف التاريخي لبطولات افريقيا على مستوى الانديه هو تريزور مابي مبوتو، لفتره كبيره كان الخطيب هو المتصدر بال 37 هدف بتوعه. تريزور مابي مبوتو اللي لعب لاربع انديه افريقيه وسجل لها جميعا اهداف وصل ل 44 هدف. يعني كسر رقم الخطيب بسبع اهداف. الرقم الثاني هو اقل عدد من الهزائم يتلقاها فريق على ملعبه، وده مسجل للزمالك. الزمالك خسر على ملعبه خمس مباريات، بينما الاهلي خسر على ملعبه تسع مباريات. عدا شيل الرقمين دول كل الارقام القياسيه للنادي الاهلي، اكبر عدد مرات من الفوز بدوري الابطال 8 مرات، يسبق تاني الاكثر فوزا اللي هو الزمالك ومازيمبي بكل فريق خمس القاب، الاكثر فوزا بكاس الكؤوس الافريقيه 4 مرات، يسبق المقاولين العرب تاني اكثر فرقه بكاس الكؤوس اللي اتلغت خلاص 3 مرات، النادي الاهلي اكثر فوزا بالسوبر ووراء الزمالك هو 3 مرات. أكتر فريق عنده مجمل ألقاب إفريقية 19 لقب إفريقي قبل على طول نادي الزمالك اللي عنده 9 ألقاب. النادي الأهلي هو الأكثر لعبا لعدد من المباريات في المسابقات الإفريقية بشكل عام، وصل النادي الأهلي في عدد مبارياته إلى 348 مباراة، مفيش فرقة تانية 348 مباراة لعبت هذا العدد. الأكثر لعبا في دوري الأبطال بشكل خاص لعب 268 مباراة، الأكثر تهديفا في كل البطولات الإفريقية بشكل عام اللي هو 519 هدف، الأكثر تهديفا في دوري الأبطال بشكل خاص 406 هدف، والهدف رقم 400 للنادي الأهلي لو تذكر كان هدفه في مرمى شبيبة الثورة التعادل 1-1 كريم ندوي كان أول مرة فريق يوصل ل 400 هدف. هاي. وصعب جدا لأن اللي بعديه على طول فارق عنه ب 102 هدف. ياه يعني 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 صعب جدا يجوا حد يعني نقفل برضه 10 سنين ولا حاجة نقفل 10 سنين